ازيكوا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بمكون سحري واحد كلنا بنرميه في الزبالة موجود في كل بيت، مفيش بيت مفهوش المكون ده. هترجع البوتاجاز بتاعك جديد كأنك لسه شارياه دلوقتي. شايفين ما شاء الله؟ شايفين البوتاجاز كان عامل ازاي؟ انا والله العظيم سبت البوتاجاز اكتر من اسبوعين مغسلهوش العيون، بس عشان ما اكونش بكدب عليكم انا كنت بنضف البوتاجاز نفسه، ما كنتش قادرة الحقيقة. وسبت عيون البوتاجاز لحد ما تكون بالشكل ده عشان اعمل لكم الفيديو ده. شايفين المنظر؟ العيون البوتاجاز مش نظيفة خالص، اللون متغير جدا، الحاجات اللي عليها دي ناشفة جدا. والله العظيم انا سايباه اكتر من اسبوعين ما كنتش بغسل العيون عشان اعمل لكم الفيديو ده. انا عملت الفيديو ده قبل كده على القناة اول ما فتحت القناة يعني، بس قلت اعمله لكم تاني. اول حاجه هبتدي بيها، احنا زي ما قلت لكم هنغسل عيون البوتاجاز. انا اللي بتكلم عنه المكون السحري اللي بتكلم عنه ده لعيون البوتاجاز مش للبوتاجاز نفسه، تمام؟ البوتاجاز نفسه بشويه صابون هيخلوه زي الفل، صابون سائل. فانا دلوقتي هبتدي اشيل عيون البوتاجاز بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده، ودي كانت سخنه فشلتها بفوطه. هبتدي اشيل عيون البوتاجاز كلها كده، وهنضف البوتاجاز بتاعي بفوطه مبلوله قبل ما اغسله بسلكة المواعين. انا ما بحبش استخدم اي ليفة، انا بحب استخدم سلك المواعين، حلو وبالذات سلك المواعين الناعم يعني بيبقى حلو جدا. هبتدي اشيل الدهون والحاجات اللي واقعة على البوتاجاز كده بالفوطة، تمام. ودلوقتي هجيب سلكة مواعين وشوية صابون سايل زي ما انتم شايفين كده. هيبقى طبعا انا بغسل البوتاجاز كله من الجنب ومن فوق والازاز وكله، بس طبعا انا مش عارفة اصور كل ده عشان الكاميرا وكده وعشان ما ظهرش، تمام. وجبت طبق فيه شوية مية وصابونة والسلكة اللي هغسل بيها البوتاجاز. هبتدي دلوقتي اغسل البوتاجاز بتاعي بسلكة المواعين والصابون السايل فقط لا غير. احط شوية من المية وخلاص، انا مش عايزة اكتر من كده. انا هغسل البوتاجاز كويس بسلكة المواعين زي ما حضراتكم شايفين كده، الحقيقة بتخلي البوتاجاز زي الفل، بتنظفه جدا. ودي الطريقة اللي بستخدمها طول عمري، ما بجيبش مزيل دهون، وانا مش بسيب البوتاجاز يتراكم عليه دهون ولا كلام من ده. ودلوقتي هبتدي اغسل الازاز بتاع البوتاجاز نفسه من فوق كده. البوتاجاز لو نظيف بتحس ان البيت كله نظيف. يعني انا علشان اسيب البوتاجاز يتوسخ كده عشان اوريه لكم، بناتي رايحين جايين يقولوا لي ماما البوتاجاز معفن قوي، وانا بقول لهم معلش زبون عايزاه كده. ماما البوتاجاز مش نظيف. ماشي يا حبيبتي. ماما انت اول مره تسيبي بوتاجازك معفن كده. حاضر يا بيه حبيبتي هغسله. هما مش فاهمين ان انا مش بتكلم كتير، يعني انا مش فاهمين ان انا سايباه عشان اعمل لكم الفيديو ده. فاخيرا والحمد لله يعني ما قدرتش اسيب دهون عليه اكتر من كده، وحتى لو الدهون اكتر من كده بكتير صدقيني الطريقه اللي هقولك عليها دي هتخلي لك عيون البوتاجاز زي الفل. والاحسن كمان في الطريقه دي انك هتولعي البوتاجاز وعيون البوتاجاز اكتر من اسبوع، وهتفضل لونها ذهبي زي ما هي. شايفين بقى انا خلاص دلوقتي الفوطه اللي كانت معايا غسلتها، وهبتدي اشيل الصابون من على البوتاجاز. شايفين البوتاجاز ما شاء الله اللهم بارك بقى زي الفل كانه جديد فعلا. الطريقه دي افضل طريقه ممكن تغسلي بيها البوتاجاز، وما تسيبيش البوتاجاز بتاعك يتوسخ، هيريحك يعني اعتبريه زيه زي المواعين اللي بتستخدميها كل يوم. انا تمام شلت الصابون كله بالفوطه المبلوله. اجيب دلوقتي فوطه ناشفه، ونوع الفوطه ده حلو قوي بيخلي البوتاجاز يلمع وزي الفل. وهبتدي انشف البوتاجاز بتاعي زي ما انتم شايفين كده، هنشفه كله. شايفين اللهم بارك بقى زي الفل. البوتاجاز بتاعي ده مش جديد يا جماعة، والله البوتاجاز بتاعي ده قديم جدا يعني بقاله زمان كتير عندي يعني. ودلوقتي رحنا للحاجة المهمة واللي انا عاملة الفيديو علشانها، ده المكون السحري اللي بقولكوا عليه، بقايا الصابون. اي نوع صابون عندك، صابون الاستحمام، صابون اي صابون، اي صابون موجود عندك، او صابون المواعين، بس طبعا مش كل الناس بتحب تستخدم صابون المواعين، ريحته مش بتكون كويسة يعني مش كل الناس بتحبه. انا عن نفسي ساعات بستخدمه. هبتدي دلوقتي اجيب الصابون بتاعي دلوقتي، اي نوع صابون زي ما قلتلك. بس اهم حاجة
مفيش اي صابون سائل يبقى في سلكة المواعين بتاعتك، يعني متحطيش اي نوع صابون سائل في السلكة، يعني يفضل تكون سلكة جديدة، ولو كنت مستخدماها قبل كده اغسليها كويس جدا. يعني انا كنت غاسلة بديل بوتاجاز بس غسلتها كويس جدا قبل ما اعمل بيها عيون البوتاجاز كده، زي شايفين انا ما قفلتش الكاميرا ولا لحظة وانا بغسل في عيون البوتاجاز، عشان الامانة انا قفلتها وانا بغسل في البوتاجاز نفسه، لكن وانا بغسل في عيون البوتاجاز والله العظيم ما قفلت الكاميرا ولا لحظة، انا سبت الكاميرا شغالة، حتى هتلاحظوا وانا بروح اغسلها يعني اشيل الصابون من عليها تحت المية، شوفوا اهو هتلاقوني اتأخرت شوية، شايفين انا ما قفلتش الكاميرا خالص عشان ما حدش يقول ان انا بستخدم حاجة تانية ولا كلام من ده. يا جماعة ممنوع منعا باتا، انا بتكلم على نوع عيون البوتاجاز بتاعتي دي اللي هي النحاس، بلاش ليمون، بلاش خل، بلاش ملح ليمون، بلاش اي كلام من ده. اه بتنضف معاكي مجرد ما تحطيها، تحطي عيون البوتاجاز في الحاجات دي، الصابون الخل او الليمون او ملح الليمون، بس مجرد ما بتولعي البوتاجاز بتزرق تاني ولونها بيكون وحش جدا، وانتوا اكيد كلكم عارفين الكلام ده. اول حاجة هتجيبيها هو صابون المواعين، تمام، قصدي صابون، اي صابون موجود عندك، وصنفرة، الصنفرة دي موجودة عند اي حد بتاع بويا، هتجيبي ب5 جنيه قطعة هتفضل عندك 10 سنين، يعني انا ممكن القطعة اللي عندي دي وكمان انا مش بشتريها، ممكن لو حد يعني بيشطف في شقته بتاع القديمة بتكون احلى من الجديدة كمان، يعني انت لو في صنفرة حد مستخدمها قبل كده وناعمة شوية بتكون احسن كتير من الجديدة، الجديدة بتكون خشنة شوية بتاخد وقت على ما تنعم، فدي افضل. شايفين بقى، بس طبعا لو مش متاح عندك اشتري لك ب5 جنيه ب10 جنيه قطعة حلوة يعني محترمة، هتفضل عندك وقت طويل جدا، يعني ممكن تفضل عندي بالسنة مش بغيرها. زي ما انتوا شايفين كده وزي ما بقول لكم انا ما قفلتش الكاميرا خالص، ما قفلتش الكاميرا فعلا علشان تشوفوا كل ال كل المرا يعني وانا بنضفهم، عشان ما تقولوش ان انا قفلت الكاميرا، بس انا في الاخر كده تقريبا بقفل الكاميرا بقى بعد ما عملت الثلاثة دول زي ما انتوا شايفين كده من غير اي مجهود، شايفين انا قفلت بقى وخلصت الكمية كلها، بجد والله العظيم ما قفلتش الكاميرا خالص وانا بعمل له بعمل بغسل فيهم، ما عملتش اي حاجة غير اللي انتوا شايفينه ده، الصنفرة، بقايا اي صابون موجود عندك، سلكة مواعين نظيفة ما فيهاش اي صابون سايل، شايفين ما شاء الله عيون البوتاجاز رجعت جديدة تاني، استخدموا الطريقة دي هتعجبكم جدا وهتريحكم قوي. انا عيون البوتاجاز بالنسبة لي بس يعني والبوتاجاز بغسله كل يوم مع المواعين زيه زي الاطباق والحاجات اللي بستخدمها يوميا، البوتاجاز بتاعي دي عن بتاعي ده عندي من حوالي 12 13 سنة ما شاء الله، ما زي الفل وشايفين شكله بس كده، والفيديو بتاعي كده خلص، ولو الفيديو عجبكم وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني، انا ايمان وقناتي ايم التميمي، يا رب يعجبكم المحتوى بتاعي، قناتي المتواضعة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أترككم في رعاية الله وأمنه.